ولادي يا بعد عمري ولادي يا موطن عزتي وفخري إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري. حلقة اخترنا لكم الأستاذ أحمد مصطفى الناظر صاحب مختبر أسنان كاد كام. بداية أستاذ أحمد أسعد الله أوقاتك يا سيدي. أوقاتك يا سيدي وأوقات الجميع يا رب. أستاذ طبعا أحمد بداية لو أردنا أن نعرف السادة المشاهدين بحضرتك محبة الألقاب من هو أحمد الناظر؟ يا سيدي الكريم أحمد الناظر جاء الإمارات بتاريخ 1997. طبعا كانت دراسة في سوريا وبعد فترة الدراسة جئت للإمارات وبدأت العمل بالإمارات. طبعا أنا اخترت الإمارات بالبداية لأنه هي بيئة صالحة للعمل أولا وللاستثمار ثانيا. بدأت بالعمل كموظف بالإمارات بمختبر أسنان باعتبار أنا مجال عملي هو مختبرات الأسنان، فبدأت كموظف بأحد مختبرات الأسنان ومن ثم قررت أن أنتقل للاستثمار وأن يكون لدي المختبر الخاص بي. وبدأت هذه المرحلة في عام 2011 تقريبا. من 2011 طبعا أنا المختبر أسسته واخترت له الاسم على أساس أنه يكون متميز، مختبر متميز. اسم المختبر هو كاد كام للأسنان. كاد كام تعني يا سيدي، يمكن الأعزاء مشاهدين ما يعرفوا شو يعني كاد كام، فخلينا نوضح. كاد كام هو اختصار لست كلمات، هي كمبيوتر ايدد ديزاين، كمبيوتر ايدد مانيفاكتشر، يعني الصناعة التصميم والصناعة بواسطة الكمبيوتر. فنحن اخترنا هذا الاسم حتى نكون سباقين بهذا المجال. وهو مجال جديد في عالم طب الأسنان، التصميم والتصنيع بواسطة الكمبيوتر. ولله الحمد عام بعد عام بدأنا نطور بالمختبر، ولم يعد مختبر تقليدي، أصبح من المختبرات المتطورة والمتقدمة. واستثمرنا بموضوع الأجهزة المتطورة وصار لدينا عدة أجهزة متطورة على مستوى الإمارات. الخدمات التي نقدمها هي عبارة عن كل ما يتعلق بتركيبات الأسنان. طبعا نحن ليس لنا أي علاقة مع المريض بشكل مباشر. طبيب الأسنان هو صاحب العلاقة مع المريض، ونحن كمختبر أسنان علاقتنا مباشرة مع الطبيب. فالطبيب
هو من يطلب تركيب الأسناء التركيبة المناسبة للمريض ونحن نقوم بتصنيعها. الفارق هنا بأننا نصنع جميع التركيبات دون أي استثناء، ليس مثل بعض أذر يعني بعض المخابر الأخرى يصنعون جزء من التركيبات والجزء الآخر لا يصنعونه. فهذا الموضوع الفارق بيننا وبين الآخرين. ومعظم التركيبات نصنعها ديجيتالي، يعني بالشكل الحديث للتصنيع. أكيد اليوم نتحدث عن كان إنه ما شاء الله يعني أصبح اليوم مختبر متميز ومن المختبرات المتطورة. تحدثنا عن إيش اللي ميزكم بالتحديد يعني وخلاكم تكسب ثقة الناس في ظل المنافسة الموجودة داخل السوق يعني؟ طبعا هذه التميز لا يأتي من فراغ. أكيد هو عبارة عن تراكم خبرات. نعم. أولا وأخيرا. وهذا تراكم الخبرات هو من جعلنا أن نتميز عن باقي المخابر أو عن باقي المختبرات التي تعمل بهذا المجال. التميز يبدأ بالاستثمار فيك بك كشخص. أكيد أنت عندما تستثمر بنفسك كشخص وتنمي مهاراتك وتنمي خبراتك، فهذا سينعكس حكما على النجاح. التهنئة والتبريك لشيوخنا وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة بإذن الله تعالى. آمين. طبعا أستاذ أحمد، طبعا كل شخص ناجح لابد يكون خلف الكواليس أشخاص كانوا داعمين له مسيرته الحياتية أو كان دعم المعنوي أو الدعم المادي. اليوم لو نسأل أستاذ أحمد لمين بيستطيع اليوم يقدم بطاقة الشكر من الأهل الأصدقاء الأشخاص كانوا له بمسيرته؟ أتقدم بالشكر لكل شخص، يعني لا أستطيع التسمية، لو أردت التسمية العدد كبير جدا. فأتوجه بالشكر لكل شخص من أصدقائي وأهلي وعائلتي وزوجتي الذين كانوا داعمين بشكل رئيسي لي في وخاصة في بداياتي للعلم، لأنه البدايات تكون أصعب. أكيد. البداية صعبة. كل بداية صعبة، ولو إذا ما وجدت الدعم في البداية لن تنجح. فأشكرهم جزيل الشكر لوقوفهم ورائي وصبرهم علي.